السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حمزة حنتول، معيد في قسم الكيمياء الحيوية في جامعة الملك سعود. بداية أحب أشكر الأخوة القائمين على حساب لاب تيست على هذه المبادرات الطيبة وعلى هذه النشاطات التي تخدم الناس وتخدم الساينس، وأيضا أحب أشكرهم على استضافتي في هذا اليوم، وإن شاء الله أن نقدم الإضافة والفائدة المرجوة. طبعا موضوع اليوم راح يكون موضوع شوي مختلف، راح أتكلم إن شاء الله عن الكولاجين. طبعا زي ما تعرفون الكولاجين هو بروتين، بس هو بروتين مختلف. ليش مختلف؟ تركيبه الكيميائي مختلف، وايضا هو اكثر بروتين موجود داخل الجسم الحي. طبعا انا عندي السيلز تركيبه الكيميائي عباره عن 50% بروتينات و 50% اذرز. الاذرز هذه اللي هي الكوليسترول ايستر، فاتي اسيدز، بروتوغلايكانز، جلايكوبروتينز، وات ايفر. طبعاً 50% الأخرى هي عبارة عن بروتينات. 50% من 35% إلى 50% من البروتينات هذه هي عبارة عن كولاجين. طبعاً هناك أنواع كثيرة من الكولاجين، فوق 15 نوع، were identified that presented in human tissues، موجودة داخل الجسم الحي أو داخل جسم الإنسان على وجه التخصيص. طبعاً الكولاجين زي ما قلنا هو بروتين عادي زي اي بروتين، راح يحصل له في الدي ان اي، الجين حقه موجود في الدي ان اي، راح يحصل له ريبليكيشن، ترانسكريبشن، ترانزليشن. بعد ذلك تحصل عليه تحويرات تسمى بوست ترانزليشنال موديفيكيشن. طبعا قبل ما نتكلم عن وظيفة الكولاجين راح نتكلم عن التركيب الكيميائي، راح نوريكم التركيب الكيميائي الحين. التركيب الكيميائي هو عبارة عن التركيب الكيميائي هو متكون من ثلاث سلاسل تسمى تريبل هيليكس اوف كولاجين، وهو السكندري، وهو يخضع للسكندري ستراكشر اوف بروتينز. طبعا هو متكون من ثلاث سلاسل ومرتبطين مع بعض برابطه سلفاهيدرون او الرابطه الكبريتيه. فاول ما يحصل له تعبير جيني للكولاجين راح ينتج له ما يسمى البرو كولاجين. طبعا اول ما ينتج الحين بعدين تحصل عليه تحويرات تسمى بوست ترانسليشنال موديفيكيشن، اللي هي تحويرات ما بعد الترجمه. ايش يحصل عليها؟ تجي انزيمات متخصصه تقطع لي الجزء اللي فيه سيستين، تقطع الاجزاء اللي فيها سيستين، فبالتالي يتحول لي الى شيء يسمى تروبو كولاجين. طيب التروبو كولاجينز من ضمن التحويرات اللي تحصل عليه انه البرولين يتحول الى هيدروكسيبرولين، واللايسين اللي مكون للبروتين ايضا يتحول الى هيدروكسي لايسين بانزيم يسمى برولايل هيدروكسيليز. والانزيم هذا الكوانزيم حقته اللي يعمل فيها، الذي يعمل بوجوده، هو الفا كيتوغليترات والاسكوربيك اسيد اللي هو فيتامين سي. طبعا اذا الفيتامين سي او الالفا كيتوغليترات ما هو موجوده، فبالتالي التحويرات هذه ما راح يحصل، فتحصل عندي مشاكل في تركيب الكولاجين. طيب بعد ما تحصل التحويرات ويتحول لي الى تروبوكولاجين، كل تروبوكولاجين ينتج يرتبط مع تروبوكولاجين اخر، يرتبطون مع بعض يكونوا لي زي الشبكه، وتحصل هذه العمليه تسمى كروس لينكينج بين التروبوكولاجينز اللي هي برابطه الدول كوندنسيشن، ما ودنا ندخل فيها في الكيمستري اكثر هذه، فيكون لي شيء زي الشبكه. فهنا هذا يكون تركيب كولاجين الماتيور كولاجين الآن جاهز. الحين يقدر يكون إنه يعمل بوظائفه بشكل طبيعي جدا. طيب إيش هي وظائف الكولاجين؟ الحين خلصنا من التركيب الكيميائي، راح نتكلم عن وظائف الكولاجين. طبعا الكولاجين هو أكثر مكان موجود فيه في الجسم يكون تحت الجلد. طبعا إيش وظيفته تحت الجلد؟ إنه يشد الجلد، فبالتالي ما راح تحصل عندي تجاعيد. تمام. وايضا موجود في العظام. طب ايش وظيفته في العظام؟ انا العظام الاناتومي حقها عباره عن لايرز، فكل لاير ولاير اخرى يربطهم كولاجين، كل لاير ولاير اخرى يربطهم كولاجين، فعشان كذا يكون عندي كومباكت وتكون عند العظام صلبه. طبعا الكولاجين هو بروتين ليفي ويكون بشكل الشبكه،
فله وظائف عدة زي ما قلنا، موجود تحت الجلد، موجود في العظام، موجودة في البلوت فيزلز زي ما تكلمنا في البداية، وموجود في الأسنان، موجود في اللثة، موجود في الرئة، موجود في أورغانز كثيرة داخل الجسم. فعشان كذا هو من ضمن البروتينات المهمة التي إذا حصل فيها خلل راح تتأثر معظم وظائف الجسم. وأكثر الأشياء اللي تتأثر اللي هو البشرة، الجلد بشكل عام، والعظام. فنتيجة نقص الكولاجين تؤدي لي إلى أمراض معينة. من أكثر الأمراض اللي ناتجة من نقص الكولاجين اللي هو مرض هشاشة العظام. طبعا نتيجة لنقص الكولاجين العظام ما راح تتكون لي بشكل كويس، فبالتالي راح تكون هشة ومعرضة للفراكشرز، وأيضا راح تحصل عندي تجاعيد، وراح تحصل مشاكل أخرى في داخل الجسم ومنها القلب راح يتأثر فيها. طبعا الفيتامين سي زي ما تكلمنا عنه في البداية هو مهم لتصنيع الكولاجين، من الفيتامينز المهمة لتصنيع الكولاجين. فلما يحصل عندي نقص في فيتامين سي راح يحصل عندي مرض يسمى سكيرفي اللي هو نزيف اللثة. نتيجة لنزيف اللثة من نقص فيتامين سي وأيضا الكولاجين ما راح يتكون لي بشكل كويس. فعشان كذا دائما الشخص اللي يحصل عنده أمراض في الحلق أو إنه الشخص يكون عنده جفاف في البلعوم، الطبيب ينصحه إنه يأخذ فيتامين سي. ليش؟ لأنه فيتامين سي يرجع ويعاود تكوين الكولاجين في هذه المنطقة في الحلق، فعشان كذا يعطيها المرونة في البلع، سوالوينج يكون سهل أكثر. طبعا الأمراض اللي ناتجة من نقص الكولاجين أمراض كثيرة جدا ومقسمة إلى جزئين، بعضها ناتج من التقدم في العمر، وبعضها ناتج من خلل جيني في تكوين الكولاجين. طبعا من أكثر الأمراض اللي ناتجة من خلل في تكوين الكولاجين مرض يسمى أستروجينيسيس إمبرفكتا اللي هو راح أوريكم صورته الحين، اللي هو هذا المرض يسمى تقوس العظام. العظام ما تتكون عندي بشكل كويس فيحصل فيها تقوس، وأيضا تكون معرضة للكسر. فهذا المرض هو ناتج من نقص في النوكليوتايدز أو في ديفكت في النوكليوتايدز المكونة للأمينو أسيدز في الكولاجين، فبالتالي راح يحصل عندي تقوس العظام. وأيضا عندي مرض يسمى البلو سكلرا اللي هو بياض العين يكون أزرق. ليش؟ نتيجة لنقص حمض أميني واحد فقط، نتيجة لنقص حمض أميني واحد فقط اللي هو الجلايسين يحصل لي ما يسمى البلو سكلرا، وهو ناتج من نقص النيوكليوتايدز المكونة أو الكود المكون للجلايسين، فبالتالي راح يحصل عندي مرض يسمى استروجينيسيس إمبرفكتا. طبعا في الجزء الأخير راح نتكلم فيه اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن التقنيات المستخدمة في الكشف عن الأمراض التي اللي ناتجة من نقص أو في خلل في الكولاجين. طبعا في عندي تقنيات كثيرة، بس أول شيء راح نتعرف على البايو ماركرز المستخدمة في التشخيص، راح أوريكم صورة عنها. أول شيء في عندي بايو ماركرز تسمى بيرودونولين هيدروكسيلاسايل برنودولين. طبعا التو بايو ماركرز هذه مستخدمة في تشخيص البون ريزوربشن. طبعا البون ريزوربشن لما يحصل راح يتكسر عندي الكولاجين، فزي ما تكلمنا في البداية أنا عندي الكروس لينكينج هذه راح تتكسر، فبالتالي راح تروح على الدم وعلى اليورين، فأقدر أكشف عنها البايو ماركرز اللي هي البيرودونولين هيدروكسيلاسايل برنودولين. وعندي هذه البيرودونولين راح تتكسر، فبالتالي راح تروح على الدم، راح تروح على الدم وعلى اليورين. طبعا عشان اكشف عن هذه البايو ماركرز عندي تقنيات كثيره، منها تقنيه إلايزا، وعندي تقنيه الوستر بلوت بالانتيبوديز against these peptides، فبالتالي راح أعرف تركيزها في الدم وأعرف تركيزها في اليورين.
وأيضا في عندي تقنيات المستخدمة في الكولاجين اللي ناتج من خلل جيني، في عندي عدة تقنيات تكشف لي عن المرض الجيني. في عندي تقنية اللي هي ريال تايم بي سي آر، في عندي RFLB اللي هي Restriction Fragment Length Polymorphism، وعندي سنيبس سنجل نوكليوتايد بوليمورفيزم اقدر اكشف عنها، فبالتالي راح اتعرف على النقص او الخلل الجيني المكون في البروتين الكولاجين. في النهايه احب اشكركم على حسن استماعكم، وان شاء الله اني قدرت اغطي معلومات كبيره في الكولاجين وامراضه، وحب أشكر أيضا مرة ثانية حساب لابتست على هذه الاستضافة، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.